فاطمة بغيت نسولك انا كيفاش جاتك الفكره، يعني عاود لنا علاش مش دير في الحي ديالك؟ شنو كندير في الحياه ديالي؟ انا جاتني الفكره، بنتي اللي دارت لي هذه الفكره ديال القناه، قالت لي فتحي قناه. تنشوف الناس كلشي داير القناه وطالعين ليهم كيتخلصوا منهم، وداكشي علاش فتحت لي بنتي القناه، وبغيت انا نولي ندير فيها الطياب، داكشي المهم اللي تنعرفو بغيت نديرو فيها، وانا تنخدم وداكشي وصافي عييت من الخدمه وبغيت نجلس زعما هذا. وقالت لي علاش ما ديري، ملي درت القناه بغيت زعما نولي عندي شويه ديال المدخول منها وهذه باش نجلس. صافي عييت من الخدمه من 2014 وانا خدامه، والخدمه ديالي صعيبه شويه، كنوض بكري كنوض مع 5 الصباح، وكنمشي كنبقى خدامه النهار كامل حتى للربعة كنخرج. المهم كان ديباني ما عمرني جلست، وبقاو ليا الدراري من شحال من عام وانا خدامه عليهم، من هذه 14 عام، هذه من 2014 زعما وانا خدامه عليهم. صافي وعيت هادشي علاش درت القناه، ودابا اي حاجه بغيت نديرها نشاركها معاهم، نشاركها مع المتتبعين، وصافي هادشي اللي عندي هو هذا. بالنسبه للشغل ديالك يعني فين تشتغلي؟ ها؟ يعني ما كانت الشغل ديالك يعني شنو كدير؟ كندير الخدمه ديالك؟ كندير الحرشه، كندير المسمن، هذه هي الخدمه ديالي انا اللي كندير. ندير الحرشه والمسمن، هذه هي الحرفه ديالي اللي كنخدم فيها. كنوض بكري دائما، عندي الخدمه بكري، خصني نوض بكري. وصافي. علاش كتفيقي تقريبا؟ علاش كترجعي في الخدمه؟ كنفيق مع 5 ديال الصباح. وكنرجع حتى للربعة العشية. يعني هادشي يوميا عندك؟ يوميا عندي، عندي غير الحد. غير الحد كنجلس فيه وصافي عييت، وكندير واحد العملية على رجلي. صافي رجلي ولات ما كنقوي عليها الوقوف بزاف وداكشي كضرني. صافي وعيت من هاد الخدمه، داكشي علاش اضطريت ندير قناه. ودابا الا سولت شي واحد ولا بغيت شي واحد زعما الدعم ولا هادي سولتي عليه كيقول لك خصك زعما الفلوس باش ندعموك وخصك هادي. ومشات لي القناه الاولى اللي تفعلت ليا وجا الكود وكلشي وتفعلت ليا ومشات ليا، وصافي عاودت ليا البنت وحده اخرى. صافي وقلت اللي درتو غادي نشاركو مع المتتبعين. الطياب ديالي الكوزينه كندير شي انا الروتين اليومي ولا شي حاجه كندير غير شي الكوزينه، وما كنبانش في القناه. ودابا عاد غادي ان شاء الله غنولي نبان في القناه، وغادي نولي ندير فلوغات، ندير المهم اي بلاصه مشيت لي اي حاجه درتها غنشاركها مع المتتبعين. بالنسبه شنو كتصايبي يعني شنو المأكولات والشيوات اللي كتحضري للناس اللي تشبعوا؟ كلشي كندير الطبخ المغربي كلشي فيه تندير. علاش زعما بعطينا يعني؟ كندير المسمن، كندير الحرشه، كندير الشفنج، كندير تشورو، كندير المهم الطبخ المغربي كامل البلدي كامل كنديرو، الفيزال، كسكسو، الدجاج، كلشي كلشي كنديرو. المهم راه القناه ديالي كلشي تنديرو، رانا حاطه فيها ومازال غنحط فيها. شنو سميت القناه ديالك باش يعرفوك الناس؟ يعني اختي فاطمه القناه ديالك درتيها باش يعني باش تعاوني بها على الزمان؟ باش نعاون بها على الزمان، وانا عندي غير الكرا وديك الخدمه اللي خدامه ما كافيانيش، ما كافيانيش. يلا عندي الكرا وغالي شويه وعندي المصروف، وانا اللي هاز المسؤوليه ديال ولادي ملي كانوا تيقراو ما عندهمش باهم ما كاينش، انا اللي هاز المسؤوليه ديالهم. ملي تفرقت انا وياه في 2014 وانا اللي هاز المسؤوليه بوحدي، وكانوا باقيين تيقراو، ودابا راهم مازالين ما خدامينش. الابن ديالك شحال في عمره دابا؟ ولدي راه عنده دابا 26 عام. شنو كيدير في الحياه ديالو؟ هو غا تيديباني وصافي، تيديباني وصافي، يلا هاز راسه وصافي. ما زعما باش مازال هي تتقرا. شنو عندها؟ هاد العام عندها الاجازه. اجازه؟ ايوا انا اللي ضحيت عليهم وقريتهم، حتى الولد راه كان باقي تيقرا، انا اللي قريتهم توصلتهم توصلتهم زعما وصلوا لهاد اللاج ديالهم، والبنت باقا تتقرا. ما يمكنش ليا غادي تخرج تخدم، ما عارفه ما دير، غتخرج تخدم في شي بلاصه. قالت لك قلنا لها انت قراي. المهم انا كيما ضحيت عليهم شحال هادي بغيت نبقى مضحيه عليهم. بالنسبه لشكون اللي قال لك يعني فتحي قناه وعطاك هاد الفكره هادي؟ بنتي هي اللي عطاتني هاد الفكره، شافت الناس تدخل اليوتيوب بزاف، وشافت الناس دايرين القنوات، وقالت لي ماما انت ديما عندك الخدمه صعيبه وتنوضي بكري، قالت لي علاش ما ديري قناه انت هي. ونبقاو تنشوفوا الناس، قالت لي داكشي اللي جاب منها الله زعما كاين على سميتو نعاونوا بها الوقت على حساب الخدمه ديالي صعيبه. وصافي من تفرقت انا وباهم انا اللي هزاهم تقريتهم ووصلتهم هاد سميتو. صافي داكشي اللي درت القناه، وانا من المتتبعين ديالكم ديما متابعاكم فالفيديوهات ديالكم اللايفات ديالكم، وبنتي هي اللي اتصلت بكم وصافي. وهضرنا مع السيده هي فين، قالت لنا صافي، قالت لي انا غادي ندوزهم باش يجي عندك شي حد. يعني تقريبا شحال كتحطي الفيديو في النار؟ وقاش يعني كتصوري الفيديوهات وشكون اللي كيصايبهم لك؟ كنصور انا بالنهار اللي كنكون روبو ديالي نهار الحد، كنصور بالنهار والحد، بعض المرات كنصور حتى بالليل،
وبنتي اللي كتصور لي غير بالتليفون وهي اللي كتحط لي الفيديوهات، انا ما نعرفش نحط المونطي زعما ونتصور، هي اللي تتصور لي، هي اللي كتمونطي لي وكتحط وصافي. هاد داكشي هو هي اللي مكلفه به ماشي انا، وهي اللي دارت طايحت عليا الفكره، قالت لي ماما ديري القناه حتى انتي تعاوني بها الوقت، وانا غير في الكرانيت نتقاتل مع الوقت وصلت ولادي وانا باقا خدامه عليهم. بالنسبه للناس اللي كيحطوا داك المحتويات، ما كنعرفوا بان معظم الناس اللي كيحلوا قنوات يعني اللي عندها واحد الافاده ما كيكونوش كيتفاعلوا مع الناس اكثر ما كيتفاعلوا مع دوك الناس اللي كيحطوا يعني شي حوايج اللي ماشي هما اليوم ولاد الناس هذول اللي هو تنقول الله يهديهم والستره راه مزيانه، والواحد اللي عنده شي حاجه ما يحط من يديه يحط احسن حاجه. هذاك الشيء ديال الروتين اليومي راه ما خدامش، هذاك الشيء راه فيه غير الفضايح والشهات، انا ما نقدرش ندير داك الشيء. كندير انا شي حاجه الطبخ المغربي داك الشيء ديال البلدي، هذاك الشيء اللي جاتني الفكره ندير داك الشيء، انا ما نديرش داك الشيء الاخر. وهذاك الشيء الناس دابا هذوك تيتفاعلوا معاهم اكثر من اللي تيديروا شي حاجه حقيقيه وشي حاجه داك الشيء الطبخ البلدي. واش غنقول لك الله يهديهم، هذاك الشيء ما خدامش، هذاك الشيء الواحد يدير شي حاجه اخرى احسن من هذاك الشيء ديال الروتين اليومي. انا بنتي قالت لي لا صدق درتي شي حاجه فيها ولا درت بغيت تحاولي ديري فيها شي نهار شي حاجه، انا راه ما كنتش نبان فيها. دابا عاد قالت لي خصك تبقاي تباني فيها باش يعرفوك الناس انت اللي تديري داك الشيء. داك الشيء واش باش يعرفوا الناس بانك انت اللي كتشغل؟ قالت لي باش يوليو يعرفوك الناس انت اللي كديريهم. قلت لي انا ما تنكونش جالسه وما عنديش اتساع، انا كاريه الدار انت شتيها صغيره، ما عنديش اتساع والكوزينه عندي صغيره، اني حتى فين تنصور ما عنديش تنصورها في واحد البلاصه. ما عنديش حتى الكوزينه فين نصور كبيره ونبان. داكشي علاش تتقول لي بنتي صوري غير هنا، ودابا قالت لي غتبقاي ديري فلوغات وداكشي ونبان فيهم. الفلوغات ماشي هما الكوزينه، خصني اتساع فين نصور. المره انا ان شاء الله راه مازال عندي بزاف الحوايج ما ندير غير الخدمه وما تنساليش. وقلت لي انا زعما طلعت ليا القناه وداكشي راه نجلس كاع من ديك الخدمه ونولي عاد نولي ندير حوايج اخرين. بطبيعه الحال نولي ندير حوايج اخرين كثار من هادشي اللي كندير، ونولي انا بغيت نولي نبان. انا ما عيطت لكم حتى بغيت نولي نبان، بغيت نولي في القناه ديالي نبان باش الناس يعرفوني، وتنطلب من الناس يدخلوا عندي ويتعاونوا معايا. بالنسبه شنو باش تقول للناس اللي كيتابعونا على قناه شوف تي في ومتابعي قناه شوف تي في؟ نقول لهم شكرا ليهم وشكرا ليهم، وتنتمناهم ثاني يتابعوني ويشوفوا القناه ديالي ويدخلوا عندي يتعاونوا معايا. ايوا هادشي اللي كاين. وتنحط جوج فيديوهات، قلت لي حقا قبيله على شحال تتحطي ديال الفيديوهات؟ كنحط جوج فيديوهات ثلاثه كتحط لي بنتي عندي الفيديوهات، ديما كنت ندير الفيديوهات، وكانوا عندي قبل ما تفتح لي القناه بقاو لي من القناه الاخرى اللي مشات كانوا يعني عندي الفيديو. لا مشيتي ولا هذيك ما كنحطوش، هذوك اللي فيها في القناه الاخرى راه فيها شي 40 فيديو ولا كثر اللي مشاو فيها، ما تنهزوش هذوك ونحطهم. عندي وحدين اخرين دايرهم وما حطاهمش، كان مازال ما حطتش لي البنت كلشي، ودابا تنزيد عليهم، وداكشي اللي كان قديم كتحطو ليا. وداك الشيء قالت لك صافي، قالت لك غير ديري غير الطياب ديالك دابا. وقلت لي غنولي ندير الفلوغات، ومن غنولي نبان دابا عاد ان شاء الله نولي نخرج وندير فلوغات. كان ما عنديش الوقت دابا مع الخدمه وتنجي عيانه، ما عنديش الوقت باش نخرج زعما ندير فلوغات. مازال هاد الساعه ما خدمه مزيره عندك من 6 بزاف يوميا عادي تنخرج حتى 4 العشيه، وما ما عنديش الوقت باش نخرج وندير شي فلوغ ولا شي حاجه. ايوا هنا في الدار قالت لي بنتي غنبقى نصورك بحال هكا تباني وداك الشيء، ومني غتنوضي توجدي شي حاجه زعما تكوني درتنا المقدمه الاولى هكا المبدا ديال الفيديو نبان فيه وداك الشيء، قالت لي عاد توجديها باش يعرفوك المتتبعين انت اللي تتوجديها. طبيعي ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين هو هذا. وشكرا لكم بزاف، والله يرحم الوالدين، وشكرا بزاف.